قبل أكثر من 40 سنة كان اللبنانيون يقفون في صفوف طويلة أمام أفران الخبز. يومها كانت الحرب الأهلية تعصف بلبنان، واليوم يقف أبناؤهم في صفوف أخرى لكن أمام السفارات هذه المرة. وهكذا تفعل الهجرة التي يبدو أنها باتت سبيلا للهروب من أزمة مستمرة. فجأة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من هذا الشهر لينهي صبرهم. في عيني نور بحث عن طريقة لترك الأوضاع الصعبة في وطنها وبدء مرحلة جديدة خارجه. بتلاحظي أنه أنت عايشة ببلد اليوم ما فيك تاخد حقك وما فيك تطالب بحقك. انفجار بيروت 200 قتيل، رفقاتنا وإخواتنا وعالم كتير بتعزنا ويحيي اليوم عم بتقدم معنا طلب هجرة لأنه ما حدا تطلع فيهم بعد 16 يوم. طلبات كثيرة تتلقاها السفارات في لبنان، منها للهجرة وأخرى للسفر بداعي التعلم أو العمل، خصوصا بعدما قررت دول عدة استئناف إصدار التأشيرات للبنانيين لغايات التضامن، مثل فرنسا التي قلصت القيود وكندا التي شكلت فرق دعم لتقديم خدمات طلبات الهجرة في مكتبها في بيروت. نحن بعد ما صار الانفجار حسينا أنه خلص بطل في أمل بهالبلد، يعني الدولة مستأنينة عنا بالمرة، عارفين شو فيه وتركينون، يعني هذا مثل كانت بوست زيادة لقلنا خلص أنه مثل فشة خلق أنه خلص بدنا نفل بقى من لبنان. شغل ما عم بلاقي، استاج حتى يعني جاري بيضا ما في، فأهون شي فكر فيه أنه روح سافر اشتغل. وفيما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لزحمة في قسم المغادرة في مطار بيروت، أوضحت سلطات المطار أن الأمر ناجم عن جمع المسافرين في قسم واحد بسبب عطل فني في أقسام أخرى. في المقابل تبقى الأرقام مؤشرا إلى رغبة متزايدة في السفر لدى قسم من اللبنانيين بعد انفجار المرفأ. بخلال شهر 7 كله معدل الركاب القادمين إلى لبنان باليوم الواحد كان حوالي من 2500 إلى 3000 راكب. المغادرة كانت عم تكون أقل، بشهر 7 كان تقريبا المعدل عم بيكون بحدود 2000 راكب بالنهار. بشهر 8 بلشت الأمور تتبدل، بنلاقي أنه معدل الركاب المغادرين باليوم الواحد عم بيكون حوالي 3500، في حين أنه معدل الركاب القادمين بهالوقت هيدا عم بيكون بحدود 2500. ولا تزال جائحة كورونا تحول دون إعادة تشغيل المطار بكامل قدرته، مما يؤخر قليلا سفر البعض. الهجرة من لبنان ليست ظاهرة جديدة، فلطالما لجأ لبنانيون كثر إلى مختلف دول العالم هربا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومن طبقة سياسية يتهمونها بالفساد. لكن انفجار مرفأ بيروت جاء ليفاقم من جديد رغبة اللبنانيين وخصوصا الشباب منهم في ترك وطنهم بحثا عن مستقبل آمن. رودين أبي خليل، الحرة، بيروت.